تتقبل المغاربة بتاتا ما ورد في الكلمة التي ألقتها الفنانة الشعبية زينة الدودية عند صعودها على المنصة لإحياء حفلها الأول بالمملكة العربية السعودية. الدودية خانها التعبير بشكل كلي في محاولة منها لإظهار أن المغرب والسعودية بلدين متحدين، حيث قالت بالحرف: المغرب والسعودية عينين لرأس واحد، أولادكم عندنا وبناتنا عندكم. هذا ولم يتقبل النشطاء الفيسبوكيون المغاربة ما صدر عن الداودية، معتبرين كلامها تكريسا للصورة النمطية التي جعلت من المغرب قبلة للخليجيين الباحثين عن المتعة الحرام، ومصدرا لبناته إلى الخارج. تبارك الله عليكم، وانا اعتبر السعوديه والمغرب عيناني في راس واحد، انتم عين الاولى والمغرب كذلك العين الاولى، وانتم عين الثانيه والمغرب عين الثانيه. ان شاء الله غدنا العشره بيننا يا رب، ونضلوا كاملين الحمد لله. اولادكم عندنا وبلادنا عندكم مشاكل، اولادكم عندنا وبلادنا عندكم مشاكل، اولادكم عندنا وبلادنا عندكم مشاكل اللحم والدم. عمري ما انساكم شعب السعوديه، لي شرفنا.